أمطار موسمية غزيرة زادت الطين بلة بالنسبة للسودانيين العالقين تحت نيران الحرب. اللاجئون والنازحون يعايشون وضعا إنسانيا تصفه مؤسسات إغاثية بالمروع بشكل لا يصدق منذ ما يقترب من عام ونصف العام. وفي أحدث تقاريرها أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتل نحو 19,000 شخص وجرح أكثر من 33,000 آخرين في السودان، مشيرة إلى معاناة السكان من المجاعة واضطرار الملايين للنزوح 3 أو 4 مرات منذ بدء الصراع في أبريل من العام 2023. وأشار التقرير أيضاً إلى أن السودان دخل الآن موسم الأمطار، وقد تعرضت العديد من المناطق مؤخراً لأمطار غزيرة وفيضانات، مما سيزيد من خطر تفشي الكوليرا والإسهال والأمراض المعدية الأخرى على نطاق واسع، ما يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تسبب الصراع في السودان في أزمة غذائية غير مسبوقة في البلاد بحسب برنامج الأغذية العالمي، فهذا هو طعام كثيرين من السودانيين النازحين إن وجد، والغالبية العظمى منهم فقدوا ممتلكاتهم ولا يحصلون على طعام كاف أو جيد، ويواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي. كل هذا دفع الأمم المتحدة للقول إن السودان يشهد واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريباً أسوأ أزمة جوع. وفي سياق الجهود الدولية لإنهاء الصراع، قالت الحكومة السودانية إنها سترسل وفداً إلى جدة للتشاور مع الحكومة الأمريكية بخصوص الدعوة المقدمة منها لحضور مفاوضات ستنعقد في جنيف في 14 أغسطس لبحث وقف إطلاق النار في السودان. وتضم المحادثات التي ترعاها أيضاً السعودية، الاتحاد الإفريقي ومصر ودولة الإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقب.